تعتبر فحوصات ما قبل الزواج إجراء إلزاميا لجميع المواطنين والمقيمين المقبلين على الزواج، ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة من خلال ضمان الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية والتعامل معها خلال مرحلة ما قبل الزواج. وتشتمل الفحوصات على تحديد مواعيد مع الخبراء والأطباء الذين يحرصون على تقديم مشورة ما قبل الزواج والإشارة إلى أي تحديات صحية بشكل فوري. تأتي فحوصات ما قبل الزواج بهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وضمان ذرية خالية من الأمراض في المستقبل.